السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله نكونوا بخير وبصحة وبسلامة بإذن الله. تكوينة سلسلة المبتدئين تعلم محركات الثلاثة فاز من البداية وللنهاية، إن شاء الله مستمرين معكم بهذه السلسلة. واليوم بدنا نعطيكم معلومة جديدة عن طريقة فك المحرك بعد ما نفحصه. طبعا فحصنا هذا المحرك، احنا وجدنا انه المقاومات غير متساوية. هذا طبعا محرك ثلاثة فاز قدرته 5.5 كيلو وات، توصيله على الروزيتا دلتا زي ما انتم شايفينه واضح، طبعا سرعته 2900 دورة. الان بدنا نفك المحرك احنا ونفتحه ونشوف. في البداية اول شيء احنا طبعا بدك تعلم المحرك الأغطية، تعلمها بأي علامة، علمها ما في مشكلة. بدنا نفك المحرك، طبعا نبدأ في فك الغطاء الخلفي في البداية، بنفك المروحة، مروحة التبريد. هذا الشكل. في بعض المحركات بنلاقي هنا في كوبشاي زنبرك بنفكها، وإذا ما في بنفكها هون في فتحتين مكان الزرقينة أو البريصة. خلوني أجيبها وأرجع لكم. طبعا إحنا بنركب الزرقينة زي ما أنتم شايفين هيك بالفتحات. بنسحبها يعني، خلوني بس أسحبها. طبعا احنا اذا ما طلعت معانا على الاخر ممكن انه احنا بنكملها بالاخير بفكين زي هيك. تطلع معانا، انت بتشوف الطريقة المناسبة بتفكها. طبعا الان احنا بنجيب مفتاح وبنبدا نفك البراغي. الآن بنفتح الغطاء، ندق عليها شوي شوي من جميع الجهات. نفتحها بهذا الشكل. هاي رونديلا زنبرك ضروري انه نرجعها، ضروري جدا انه احنا نرجعها وما نضيعها. الان نفتح الجهة المقابلة.
لاحظوا المحرك محروق، طيب احنا عندنا هذا المحرك قطبين سريع لانه مكتوب عليه 3000 دورة. بدنا نشوف كيف بدنا ناخذ بياناته الان، خليكم معنا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.